السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم ضمن موعدنا المتجدد والذي نطلع فيه على الصحف المغاربية الصادرة اليوم. وفي البداية كالعادة نقرأ الصحف الجزائرية ونبدأها من صحيفة الشروق اليومي. صحيفة الشروق اليومي تطرقت إلى موضوع المركزية وأرادت من خلاله أن تفصل بين صلاحيات الوزراء وصلاحيات الولاد في الجزائر، وقالت أن الولاد سيستحوذون على صلاحيات الوزراء في الولايات بعد القائمة الكاملة للقرارات والمهام التي تنازلت عنها الحكومة. قالت صحيفة الشروق اليومي في هذا الموضوع أنه يحيى مشروع قانون يتعلق باللامركزية قريبا لضبط الملفات. العملية الإصلاحية تقول الشروق سيترتب عنها مراجعة عدد كبير من النصوص التنظيمية. في صحيفة الخبر اليومي نقرأ في الصفحة الأولى: ضغط اجتماعي يدفع القاعدة للتمرد عن ممثليها فيما يتعلق بالنقابات. الصحيفة قالت أن انشقاقات النقابات تفرمل تحقيق المطالب العمالية، وقالت أن تأخر كبير تشهده المطالب العمالية في التأخير، سواء تعلق الأمر بالمطالبة بالزيادة في الأجور أو بتحسين القوانين الأساسية لكثير من الاختصاصات العمالية، سببه وسبب تفرمله مثل ما استعملت صحيفة الخبر هذه الكلمة انشقاقات النقابات التي لم تحقق شيئا في المطالب العمالية. من جهة أخرى، لا كوطات خاصة في توزيع سكنات عدل، هذا ما أشارت إليه صحيفة الخبر في عنوان بارز يتعلق بأن الوكالة تدرس تمديد أجال دفع الأشطر إلى 3 أشهر، وبالتالي ما يزال تقول الصحيفة ملف سكنات عدل الذي انطلق في سنة 2001 يتواصل بعد قرابة 18 سنة من بدايته. في صحيفة الحوار اهتمت بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للجزائر، وقالت سيزور الجزائر في أجواء مشحونة سياسيا واقتصاديا، ماذا يريد محمد بن سلمان من الجزائر؟ الزيارة تقول صحيفة الحوار تأتي ضمن جولة يزور فيها عددا من الدول العربية، وجولة بن سلمان الأولى له منذ قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، هكذا عنونت صحيفة الحوار صفحتها الأولى. دعت وزراء الخارجية لاستئناف اجتماعاتهم، الجزائر تضع أطراف الاتحاد المغاربي أمام مسؤوليتهم. توقعات يوسفي ليست في محلها، هذا ما قيمه أنه بعد قولها أن الجزائر بحاجة إلى 30 سنة لإنجاز سيارة جزائرية. الكثير من الخبراء قالوا أن توقعات يوسفي ليست في محلها. في الصحف الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية نقرأ عنوان بارز في صحيفة لسوار دالجيري والمتعلق بالسوق البترولية في الجزائر، وقالت أن التفاؤل أصبح غير مجدي من خلال التنازل الكبير في أسعار البترول. في صحيفة ليبرتي قالت في صفحتها الأولى موعد مع الموت في حديث عن الحراقة الجزائريين، وتحدثت أيضا عن إطلاق سراح الصحفي عدلان ملاح. هذه مشاهدين في كل مكان أهم العناوين والملفات التي تناولتها الصحف الجزائرية الصادرة اليوم. لمناقشتها ينضم إلينا من باريس المحامي والخبير في القانون الدولي الأستاذ إسماعيل خلف الله عن طريق خدمة سكايب. أستاذ إسماعيل خلف الله نرحب بك، نشكرك على تلبية الدعوة. مرحبا بكم أستاذ عبد السميع، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. شكرا إسماعيل خلف الله. في البداية، الولاد يستحوذون على صلاحيات الوزراء في الولايات، عنوان اختارته صحيفة الشروق للحديث عن تجديدات في خدمة الإدارة. هل هذا يعني أن اللامركزية ستهدد صلاحيات الوزراء مستقبلا في الجزائر، وأن طبعا تأخر ما تريد أن تقوله الصحيفة أن التأخر في النمو في المحليات كان نتيجة هذه الصلاحيات؟ أنا أعتقد أن قرار السعي إلى تطبيق سياسة اللامركزية بحيث إعطاء الولاد صلاحيات أوسع لا شك أنها ستخدم المناطق المحرومة والولايات المحرومة ومن مشاريع التنمية، ولكن هذا إن توفرت لدى الولايات الجرأة السياسية والتقنية والصدق في خدمة المواطن المحروم
وأعتقد كذلك أنه تنجح إذا كان هناك نية حقيقية في الابتعاد عن منطق البزنس السياسية وسياسة البريكولاج والمكياج التي نشهدها في الكثير للأسف الشديد من في الكثير من ولاياتنا. الآن نشهد مشاريع عبارة عن مكياج لتسويق وهكذا، لكن هذا يعني هذا إن تمكنت أو إذا توفرت هذه النيات فأنا يعني أعتقد أن هذه ستعطي الكثير من الصلاحيات للولايات، وخاصة أن أغلبية الولايات المشاريع هناك مشاريع كثيرة تنموية متوقفة، من بينها مشاريع الاستثمار، من بينها المشاريع الصناعية، من بينها المشاريع الشبانية، كثير كثير الكثير من المشاريع، العقار، ملف العقار الذي الآن هو الملف الثقيل في الإدارة الجزائرية. طيب ولكن ولكن ولكن, ولكن يا نعم في هذا السياق بالضبط. أعتقد نعم في هذا السياق بالضبط، ولتكمل الإجابة، يبدو أن من ما فهمناه من ما تقول هو ربما لو توفرت الإدارة السياسية لعرقلة وحلحلة أو أقول لحلحلة هذه المشاكل سواء العقار أو ما يتعلق بالاستثمار المحلي، ستكون هناك قفزة تنموية لا تعرقلها لا مركزية ولا لا مركزية. بطبيعة الحال هذا بطبيعة الحال، ولكن يعني حتى نكون صراحة، هل يعني حقيقة هذا المناخ اليوم متوفر في الجزائر؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن اليوم إذا أصبح الوزير نفسه أصبح عبارة عن موظف بسيط. لماذا؟ لأن الوزير يعين بالتليفون وينزع بالتليفون، ولا يمكن له أن يكون يعني لهذا الذي تكون يعني تحت وطأة هذا التليفون لا تكون له الحرية الحقيقية في إدارة قطاعه. ونفس الشيء بالنسبة للوالي، إذا كان الوزير في نظر السلطة هذا مركزه الحقيقي، فالوالي ماذا تكون؟ يعني هناك إذا كانت هناك صدقة النوايا فالحقيقة أن التسيير ليس هو المشكل، يعني المشكل التسيير إذا وجد سياسات ومخططات صح حقيقة يراد بها تنمية المدن والولايات والمشاريع الاستثمارية. حقيقة أنا لا أشك في أن الإطار الجزائري والي أو الإطارات المحلية أنها ستبخل، ولكن المناخ السياسي أو الاقتصادي أو كل ما هذه سياسة البريكولاج طغت على مخططاتنا، وللأسف الشديد تبقى كلها عبارة عن كلام ومخططات و يعني جمل وعلى مسطرة على الأجندات. نعم نعم هذه حقيقة، هذه هي الحقيقة أستاذ. طيب في هذا السياق، أنت نحن وأنت نتحدث عن تنمية محلية مساقة من خلال برامج وطنية. موضوع آخر أثارتها الصحف الجزائرية الصادرة اليوم ويتعلق بما كنا نتحدث عنه مباشرة، عنونت صحيفة ليبرتي صفحتها الأولى بموعد مع الموت، رونديفو افيك لامور، متعلق بالحراقة، وقالت أننا وجدنا نوزافون تروفي سانك بيرسون، وجدنا 5 أشخاص، يعني فيما يتعلق برحلة للحراقة من الجزائر العاصمة التي تعد مقارنة بالكثير من المدن الجزائرية الأخرى يعني متطورة نوعا ما فيما يتعلق بالبنية التحتية والبنية المحلية وفي وفرة التشغيل. لماذا في رأيك أستاذ إسماعيل خلف الله يقدم هؤلاء الشباب على مغامرة حقيقية تعد موعد مع الموت في جزائر يتغنى الكثير بأنها أصبحت متطورة اقتصاديا؟ أستاذ عبد السميع، هذه الصورة الحراقة تجيب على ما كنا نتكلم عليه منذ قليل. يعني إذا كانت هناك مشاريع تنموية، مشاريع شبانية، هناك حقيقة تنمية، هناك حقيقة سياسة وتخطيطات ونية حقيقية في دفع عجلة التنمية والاقتصاد والشباب وهذه المشاريع التي تطرحها الحكومات المتعاقبة، لو كانت هناك حقيقة على أرض الواقع ما شاهدنا هؤلاء الشباب يغامرون بأنفسهم ويمتطون هذه قوارب الموت. يعني هل يعقل هذا؟ أيعقل أن تكون الشباب في زهو؟ يعني يعاني الشباب
أن ينقطي هذه قوارب الموت. ولا لماذا هل يعني هل حقيقة حب أوروبا لهذه الدرجة؟ أنا لا أعتقد هذا. لو وجد الشباب حقيقة، الشباب الجزائري اليوم يعيش يأس حقيقي، يأس واضح من هذه السياسات، من هذا البريكولاج، من هذا الكذب، من هذا بيع الوهم، كل هذه الأسباب دعت هذا إسماعيل خلف الله إلى إسماعيل خلف الله قوارب الموت هذه. إسماعيل خلف الله، ما تقوله الآن يناقض تماما التساؤل الذي طرحه الوزير الأول أحمد أريحيا سابقا، وهو يقول لست أفهم ولست أدري لماذا يصر هؤلاء الشباب على مغادرة الوطن بهذه الطريقة الخطيرة. لماذا هؤلاء الشباب يعني بين قوسين يحرقون؟ علاه يحرقوا؟ ما فهمش. في رأيك هل تساؤله يعني منطقي؟ هذه ضحك على الذقون يا استاذ عبد السميع. هذه يعني هذا التساؤلات وكانه لا يعلم الاسباب الحقيقيه. احنا كنا نتكلم على ان ليست هناك تنميه حقيقيه. اذا كانت الخزينه خزينه الدوله دخلتها 1,000,000,000,000 ولم نلاحظ هناك مشاريع حقيقيه تدفع بالبلد الى الامام، فهذا سؤال يعني تساؤل، وهذا وكأنه يضحك على الناس. يعني كيف يعني إذا كان هو المشرف على هذه الحكومة وهو من يدير هذه المشاريع وهو وبيده الأرقام وبيده كل هذه الملفات تحت في على مكتبه ويطرح على هذا السؤال، يعني وكأنه يضحك حقيقة يقول لك لماذا؟ لأن لو كانت هناك حقيقة، قلت أنا إلى إذا هذا الشباب الخريج من الجامعات والخريج من المعاهد ومن المراكز إذا لم يجد الحياة الكريمة، خلينا نقولها بكل صراحة، يعني هذا الشباب الآن يعني نطلب ماذا نطلب منه؟ يعني لا، إذا شفنا أن أحزابنا والمناصب السياسية الآن من يمثلون هؤلاء؟ يعني تجد أن من يعني هذه المناصب نعم. يمثلها من لهم سن 70 فما فوق، يعني ولا وجود لهؤلاء الشباب. يعني نتغنى بالشباب وبمكانة الشباب وفي الواقع لا نتركهم للشباب، وبالتالي فهذا الشباب سيضطر إلى رحلة الموت هذه عبر قوارب الموت. فهو يفكر إذا نجح وإذا مات، لأنه يرى بنفسه أنه داخل بلده ميت، وبالتالي فهو يغامر. ممكن أنه ينجح وممكن أنه سيغرق ويذهب. هذه الحقيقة. نعم إسماعيل خلف الله، جرائد وصحف أخرى اهتمت بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للجزائر، وكانت الحوار قد قالت أن الزيارة تأتي ضمن جولة يزور فيها عدد من الدول العربية، وهي الخرجة الأولى له للدول العربية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي. ربطتها بعض الصحف بهذا الحدث. كيف تقرأ زيارة محمد بن سلمان للجزائر في هذا الظرف بالذات إسماعيل خلف الله؟ هذا إن تأكد الخبر، يعني أنا حتى الخبر اليوم الآن لحد الآن لم يتم تأكيد هذا الخبر من السلطات الجزائرية. أنا أعتقد هذا الخبر إذا تأكدت هذه الزيارة أو أن يراد لهذا التماطل على الرد أو إظهار حقيقة هذه الزيارة، هو عبارة عن بالون اختبار، هم يختبرون الشارع الجزائري ماذا يقول. أنا أعتبر أن اليوم السعودية اليوم تعيش اختناق واضح، ضغط دولي سواء من الجانب السياسي سواء من الجانب الإعلامي أو الجانب الحقوقي فكلها والاقتصادي، لأن هناك الكثير من المقاطعات تلوح بها الكثير من الدول الأوروبية اليوم، خاصة بما تعلق بصفقات السلاح. فإذا وكما نعلم أن السعودية من المفروض أن تكون هي مشاركة في المجموعة 20 الأسبوع المقبل على ما أعتقد، وبالتالي فمحمد بن سلمان يرى أنه متهم، أن أوجه الاتهام أو أصابع الاتهام توجه نحوه، وهو لا يريد أن يذهب إلى الدول الغربية على أساس أنه مهزوم داخليا، فهو قام
بجولات داخلية في السعودية، والآن يريد أن يجري جولات عربية على أساس أنه مقبول سياسيا ودبلوماسيا وله حضور في المجتمع أو في الدول العربية. يريد، أنا أعتقد هذا، هذه الزيارة تأتي ل يعني رفع هذا الضغط الدولي الذي تعيشه السعودية من خلال اتهام اتهام ولي العهد بأنه هو المسؤول على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، وكذلك أنه رسالة أخرى على أساس أن الدول العربية أنها لا تقف مع السعودية. يراد نعم. كذلك هذه الجولات العربية على أساس أمام المجتمع الغربي وخاصة الدول الغربية على أن الدول الغرب العربية، وبالأخص كي نقول الدول العربية، أن جامعة الدول العربية تقف مع السعودية نعم. ضد هذا الضغط الدولي. ولكن في الحقيقة أنا أرى أن هناك مؤشرات كثيرة على أن الشارع الجزائري أو الشارع التونسي اليوم يلوحون ويستنكرون ولا يريدون هذه الزيارة. تبقى الحكومة أمام السلطة في الجزائر تبقى أمام نعم. امتحان صعب على قبول هذه الزيارة أو التحفظ عنها. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ المحامي والخبير في القانون الدولي إسماعيل خلف الله، كنت معنا وقرأت معنا مواضيع الصحف الجزائرية الصادرة اليوم. اطلاع وإطلالة وقراءة في جديد الصحف التونسية مع مراسلنا غفران الحسيني من تونس. مرحبا غفران. مرحبا زميلي عبد السميع، تحية إليك وإلى كافة السادة المشاهدين. غير بعيد عن موضوع زيارة الولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى عدد من الدول العربية من بينها تونس، كان هذا العنوان الأبرز للصحف التونسية التي صدرت اليوم، حيث عنونت صحيفة الصباح: وسط تحذيرات من المساس بقيم الديمقراطية وتسرب المحاور للصراع الداخلي، تونس تدين مقتل جمال خاشقجي وتستقبل ابن سلمان. تابعت الصحيفة: ما فجرته زيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان المبرمجة ليوم 27 من نوفمبر الجاري من موجة من ردود الأفعال السياسية الرافضة والمستهجنة لهذه الزيارة الرسمية، كما فجرت موجة من الغضب والحمق بين المكونات المجتمع المدني والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبر التعليقات المستاءة والمتهكمة والساكرة من هذه الزيارة التي تأتي في سياقات أزمة دولية حول أبعاد وخلفيات اغتيال الصحفي جمال خاشقجي ومدى مسؤولية محمد بن سلمان في ذلك. وقد طالت موجة هذه الانتقادات اللاذعة الدبلوماسية التونسية على رأسها رئيس الدولة الذي قبل باستقبال ولي العهد السعودي، رغم تأكيد البعض بأن العلاقة بين الدول تبقى خاضعة للأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية ولا يمكن تجاوزها أو خرقها، وأن الدولة التونسية لا يمكنها رفض هذه الزيارة لاعتبارات تهم العلاقات الدبلوماسية بين البلدان. ولكن التجربة الديمقراطية التي تعيشها تونس تسمح لكل الرافضين والمناوئين بهذه الزيارة بالتعبير عن ذلك بحرية. ونقلت الصحيفة على لسان القيادي في حركة النهضة عبد الحميد جلاسي قوله للصباح: لو كنت مسؤولا لكنت سأراعي مصالح تونس، وأيضا سأراعي مصلحة البلاد الدبلوماسية والاقتصادية. ففي النهاية الدبلوماسية لها موقفها المبدئي ولا يمكن أن نخلط بينها وبين المواقف الفردية. في حين رأى غازي الشواشي القيادي في التيار الديمقراطي أن الزيارة غير مرحب بها، وهو نفس الكلام الذي قاله حمّ الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية قائلا: لا أهلا ولا سهلا بجلاد الشعب اليمني الشقيق ومدمر ومخرب وطنه، ولا أهلا ولا سهلا بالمشتبه به الأول في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي بطريقة موغلة في الوحشية، على حد تعبير حمّ الهمامي. نتحول الآن إلى صحيفة الشروق. زيارة محمد بن سلمان تثير جدلا، حيث نقلت الصحيفة على لسان مستشار رئيس الدولة نور الدين بن تيشة قوله هو أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرحب به في تونس في زيارة متوقعة الثلاثاء المقبل.
كما أنه من المتوقع أيضا أن تكون تونس من بين الدول القليلة قد يواجه فيها بن سلمان احتجاجات ضمن جولته الأولى التي بدأها أول أمس بزيارة الإمارات والتي تشمل عدة بلدان من بينها تونس منذ اغتيال خاشقجي الشهر الماضي في قنصلية بلاده في اسطنبول. ونقلت الصحيفة على لسان بن كيش المستشار السياسي لرئيس الدولة بن سلمان سيزور تونس وهو مرحب به كبقية الأشقاء العرب، مشيرا إلى أن السعودية لها دور مهم في المنطقة. في عنوان آخر كذلك من الشروق، مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المساواة برئاسة رئيس الدولة الباجي قائد السبسي، حيث صادق مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الدولة صباح أمس على مشروع قانون المساواة في الميراث، في حين تم تأجيل المصادقة على مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، أين أشرف رئيس الدولة بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في مشروعي القانونين. وصادق المجلس على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الأحوال الشخصية وسيتم عرضه على البرلمان للمصادقة عليها أو رفضه أو تنقيصه بمقترحات إصلاحية. نختم جولتنا في الصحافة التونسية التي صدرت اليوم بصحيفة المغرب والتي سلطت الضوء على الوضع السياسي في تونس تحت عنوان تونس الديمقراطية والرسمية والشعبية، بين مصادقة مجلس الوزراء على المبادرة التشريعية في المساواة في الميراث واستقبال ولي العهد السعودي، حيث تابعت الصحيفة الوضع العام بالقول أنه يمكن أن نوجه اللوم لبلادنا وحكامنا في مسائل كثيرة، ويمكن أن ننتقد أنفسنا أشد النقد على ما فرطنا فيه من عمل ومثابرة وجهد. يوم أمس صدق مجلس الوزراء على مبادرة التشريعية التي تقدم بها رئيس الدولة حول المساواة في الميراث بين النساء والرجال في مستويات القرابة الأساسية الأربعة، فما عجز بورقيبة عن فعله حسب الصحيفة وهو منهو وقد كان مالكا للسلطات المعنوية، ستتمكن تونس بفضل ثورتها وبفضل مبادرة رئيس الدولة مما يمكنه تحقيقه في هذا التقدم الفكري والحضاري والاجتماعي والقانوني كما وصفته المغرب على حد تعبيرها، وهو ما يطرح وربما يجعل تونس الديمقراطية والرسمية والشعبية تخطو حسب المغرب خطوات باتجاه التقدمية على حد تعبيري الصحيفة. هذا زميلي عبد السميع تقريبا أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت هذا اليوم. شكرا غفران الحسيني. بدورنا نقرأ جديد الصحف الفرنسية، نبدأ قراءتها من صحيفة لوموند. صحيفة لوموند التي اهتمت بمشروع ماكرون للإسلام في فرنسا، وقالت أن ماكرون يعدل مشروع قانون الإسلام في فرنسا، وتحاول الحكومة أن تعدل قانون سنة 1905 تقول الصحيفة من خلال تشديد الرقابة، فالمساجد ستكون مجبرة على تقديم بيانات حساباتها ونشاطاتها في الوقت الذي ستراقب السلطة الفرنسية أيضا أكثر مدى احترام النظام العام داخل هذه المساجد. وإذا كانت المساجد مسيرة حتى الآن بقانون 1901، فإن تسييرها سيكون بقانون 1905 المعدل الذي سيقدمه ماكرون، وتدخل هذه النصوص في السياسة العامة لما يسمى بي بين قوسين إسلام فرنسا الذي سيعرضه ماكرون في بداية 2019. وهذا التعديل الحساس كان قد تم تأجيله تقول صحيفة لوموند أكثر من مرة، على اعتبار كونه نصا ذا مخاطر عالية جدا. في صحيفة لو باريزيان وفي الصفحة الأولى لها نقرأ عن عنوان بارز عن الإضرابات في فرنسا، وعنونت الموضوع بمخاطر الانكسار. آلاف الأشخاص تقول لو باريزيان يتظاهرون اليوم في باريس، وتحاول الحكومة تجاوز كل ما من شأنه أن يمثل خطرا في مواجهة أصحاب السترات الصفراء المصرين على تبليغ مطالبهم للحكومة. هذه أهم مواضيع الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، ونختم فقرتنا بالكاريكاتير.
شكرا مشاهدينا في كل مكان على المتابعة، وإلى اللقاء.